واشبه فيرتشوال لينك كونفيجريشن. طيب ايش هو الفيرتشوال لينك ومتى احتاجه وايش كذلك الترانزيت اريا؟ طيب نشرح السيناريو في البداية ونسوي لها اعدادات وبعدين نشوف كيف استخدمنا الفيرتشوال لينك لحل المشكلة الموجودة عندنا. افرض ان موجود عندك موقعين، هذا الموقع الاول وهذا الموقع الثاني مربوطين ببعض وبينهم OSBF، هذا الاريا باكبون اللي هي اريا زيرو. جميل. طيب نيجي الآن إلى إنشاء موقع جديد وفيه راوتر واحد، هذا الموقع الجديد. الموقع الجديد الآن وصلته بأحد راوترات الباك بون، والموقع الجديد هذا على أريا 1 وما وضعت أنت على أريا 0 على أريا 1 على أساس إيش تخفف حمل حسابات الـ OSBF algorithm. طيب وصلته براوتر 2 فصار عندك اريا 1، هنا ما في اي مشكله لان راوتر 2 وصلت براوتر 2 للراوتر 2 اصبح اي بي ار اريا بوردر راوتر لانه يربط اريا 1 باريا 0، واحنا قلنا اي اريا لابد تكون مرتبطه مباشره فيزيائيا فيزيكال ب الباك بون عن طريق راوتر اسمه اي بي ار. طيب كذلك انشات موقع ثاني هنا اللي هو راوتر 4 وصلته بالباك بون عن طريق راوتر 3 فسميته اريا 2، فانت الان استخدمت مالتي اريا وما عندك اي مشكله الان في هذه المواقع. بعد كذا انشات فرع جديد اللي هو راوتر 5، لكن الفرع الجديد ما عنده ارتباط فيزيائيا مباشرة بالفرع اللي فيه الباك بون، اقرب فرع له يرتبط فيزيائيا هو الفرع اللي عليه اريا 2 وراح تسميه اريا 3، ما تبغى يكون ضمن ايش الاريا 2. هنا ايش المشكلة؟ المشكلة ان اريا 3 مرتبطة براوتر 4، راوتر 4 ما هو على الباك بون، ما هو على الباك بون على اريا 2، واحنا قلنا من شروط اي اريا لابد تكون مرتبطة مباشرة في الباك بون. طيب كيف نحل مشكلة اريا 3 الان؟ اريا 3 غير مرتبطة بشكل مباشر فيزيائيا كذا يعني بالباك بون، لذلك راح ايش نسوي حاجه اسمها فيرشوال، يصير ارتباط فيرشوال زي كذا، يعني ارتباط فيرشوال عن طريق اي راوتر 4، فيصير راوتر 4 الان اي بي ار لمين؟ اي بي ار لمين؟ ل اريا 3 لكن للفيرشوال، الفيرشوال لينك. فهذا السيناريو اللي يجعلنا نستخدم الفيرتشوال لينك، وفي ايضا سيناريو ثاني راح نتكلم عنه فيما بعد. نيجي الان للاعدادات بشكل سريع، هنسوي اعدادات الان الاريا هذه كلها المالتي اريا بدون تشغيل الفيرتشوال لينك ونشوف المشكله الحاصله عندنا وبعد كذا راح ايش نحلها. نيجي الان للراوتر 1 وهذه اعدادات راوتر 1 قد عملناها سابقا في المالتي اريا كونفيجريشن، فمجرد الان فقط ان نضيفها لراوتر 1. اعدادات راوتر 2 ثم اعدادات راوتر 3
إلى الآن إحنا نسوي الإعدادات للشبكة المالتي إريا الأساسية، لكن لاحظ راوتر 4 أضفنا هنا جيجا 01 لأنه متصل بإريا 3، وكذلك لاحظ أنه الشبكة 1.12 على إريا 3. هذا اللي يجب أنك تلاحظه. لاحظ الإعدادات هنا ما فيها إريا 0، معناتك تحتاج إلى فرشة واللينك، وراح نسويه فيما بعد لأننا نريد نشوف المشكلة اللي تحصل أولاً. أخيراً لاحظ راوتر 5 فكله على إريا 3. فإريا 3 منفصلة الآن عن إريا 0، الباكبون منفصلة تماماً، راوتر 5 الآن منفصل تماماً. لو جينا نلاحظ إنه إريا 3 منفصلة تماماً، ما لها أي بيئة، فهي متصلة بإريا 2. فإريا 3 متصلة بإريا 2 ما ينفع الكلام هذا، لابد تكون إريا 3 متصلة بإريا 0، لكن المساحة الجغرافية أو الموقع الجغرافي ما يسمح لك أنك توصل فيزيائياً بالباكبون. ما هو الحل؟ نشوف المشكلة أولاً قبل الحل. طيب لو جينا الراوتر 4 الآن، شو IPO SBF Neighbor، نلاحظ أنه متجاور مع إيش؟ متجاور مع راوتر 5. لكن شو IP route هل عرف شيء عن لاحظ يراهم كأنهم ماذا؟ أنهم لأنه مشترك معاه في إريا 3. لكن المشكلة وين تجي؟ المشكلة تجي في الراوترات الأخرى اللي فين؟ يعني ما في مشكلة الآن بين راوتر 4 و 5، ما في مشكلة. المشكلة وين تجي؟ المشكلة تجي في راوتر 3 وراوتر 2 وراوتر 1، ما راح يشوفون أي شيء عن إريا 3 لأنها ما هي متصلة بالباك بون. تعالي إلى راوتر 3 الآن، شو IP OSBF نيبر، لاحظ متصل براوتر 2 وراوتر 4، راوتر 5 ما يشوفه. وكذلك لو قلنا شو IP Route تلاحظ انه ما جاب لك معلومات عن الشبكة 12 ابدا، ولا جاب لك اي شيء عن راوتر 5، وهنا المشكلة. ولا راح يبنج بينج 5551 ما راح يبنج. كذلك راوتر 1 وراوتر 2 نفس الطريقة، شو IP Route الشبكة اللي في إريا 3، أي شبكة في إريا 3 ما ظهرت معانا. لاحظ ما في أي شيء عن 5 ولا في شيء عن 1.12. معناته الآن اللي حاصل معانا على حسب الإعدادات اللي سويناها إن الشبكة هذه معزولة، أو الإريا هذه معزولة اللي هي إريا 3. طيب راح نسوي الآن فرشة واللينك. من اللي يجي فرشة واللينك عندنا الآن؟ ايات اريا، معناته الاريا 2 هنا المفروض نستخدمها كترانزيت اريا، راح تستخدم ايش؟ كترانزيت اريا. هذه هتصير ترانزيت اريا لمين؟ لاريا 3. ليش ترانزيت اريا؟ لان راح نسوي فرش واللينك بين راوتر 3 وراوتر 4، بحيث يكون راوتر 4 اي بي ار للفرش واللينك، لايش؟ ينقل المعلومات حقت الاو اس بي اف تبع اريا 3. تعال الان لراوتر 4، شو IP Protocol، لاحظ انه ليس اي بي ار. وبالطبع ار 3 شو IP Protocol فهو اي بي ار لاريا 2، لانه يربط اريا 2 باريا 0. ولكن 4 ما هو اي بي ار، المفروض يكون اي بي ار اساس يربط الاريا 3 بالباك بون، بس بعد ما نسوي الفيرشوال لينك.
هنسوي الفيرتشوال لينك الان. ايش هو الفيرتشوال لينك؟ الفيرتشوال لينك راح نسويه على راوتر 3 وراوتر 4، راح نسويه على راوتر 3 وراوتر 4 بحيث ان نبرمج راوتر 3 وراوتر 4 يكونون فيرتشوال لينك تمام ل اريا 3، فيصير كانك وصلت راوتر 5 بالراوتر 3 عن طريق فيرتشوال لينك وليس فيزيكال لينك، فيصير راوتر 4 اي بي ار. طيب ايش الطريقه؟ الطريقه بسيطه جدا، انك تدخل على الاعدادات الاوس بي اف لار 3 اولا، فنقول شو اي بي اوس بي اف نيبر، وتعرف الاي دي الراوتر اي دي تبع 4، لانك تحتاج الراوتر اي دي. شو الراوتر اي دي تبع 4؟ ممكن تجيبه باي طريقه باكثر من طريقه، لكن انا رحت الراوتر 3 وقلت له شوف جيرانك، فقال 4451 هو ايش؟ هو ايش النيبور اي دي، فانا راح احتاج النيبور اي دي اللي راح يكون طرف في الفيرتشوال لينك. لاحظ الان لما اقول شو اي بي او اس بي اف فيرتشوال لينك، ما يجيب لي اي معلومات. الان هنقول كونف تي راوتر او اس بي اف 1. الامر التالي اللي هو اريا، من هي اللي راح تصير ترانزيت اريا؟ ترانزيت اريا هي اريا 2، هي اريا 2 هي ترانزيت اريا، فهنقول اريا 2. لاحظ الان احنا تحت اعدادات الاوس بي اف. بعد كذا رايح نستخدم اريا 2 ماذا؟ كفيرتشوال لينك. اريا 2 هتصير فيرتشوال لينك يعني ترانزيت اريا. بعد كده تحتاج مين؟ تحتاج الاي دي لمين؟ للنيبر. والاي دي للنيبر احنا قلنا ايش؟ هذا هو الاي بي للنيبر، النيبر هو راوتر ايش 4، هذا هو. كده انتهى الموضوع. انت الان سويت فيرتشوال لينك على راوتر 3، لاحظ لكنه داون. نيجي الان لراوتر 4 فنسوي الطرف الثاني من الفيرتشوال لينك. طبعا تحتاج الراوتر اي دي تبع راوتر 3 اساس تضعه على الفيرتشوال لينك لراوتر 4. نذهب راوتر الى راوتر 4 الان، نقول شو اي بي او اس بي اف نيبر، فالراوتر 3 الاي دي او الراوتر اي دي تبعه 3341. اذا نذهب لاعدادات الاس بي اف راوتر او اس بي اف 1 وهنقول اريا 2، لان الاريا 2 هي اللي تروح فيرتشوال لينك اي ترانزيت اريا، هيتصير فيرتشوال لينك. طبعا تحتاج انك تكتب 3341. من هو هذا؟ هذا الراوتر اي دي تبع راوتر 3. ولاحظ معاي الان ايش راح يصير. لاحظ الاوس بي اف في تجاور، لاحظ عن طريق الاوس بي اف فيرتشوال لينك زيرو، لانك انت كل ما سويت فيرتشوال لينك يبدا فيرتشوال لينك زيرو فيرتشوال لينك 1. لانك احيانا قد تكون تستخدم اكثر من فيرتشوال لينك اذا كانت عندك اكثر من اريا بتوصلها بالراوتر، لكن احنا عندنا هذا اول فيرتشوال لينك سويناه. اذهب الى راوتر 3 الان تلاقيه اخذ نفس الرساله،
طبعا الاوس بي فيرتشوال لينك 0 هنا الفيرتشوال لينك 0 بالنسبه للراوتر 3. اذا راوتر 3 عليها اكثر من فيرتشوال لينك هيكون فيرتشوال لينك 0 1. مو شرط يعني هنا فيرتشوال لينك 0 وهنا فيرتشوال لينك 0، لا، حسب عدد فيرتشوال لينك على نفس الراوتر. الان لاحظ صار فيه تجاوب. تعال لي راوتر 3 بشوف النيبر، شو اوس بي اف نيبر. لاحظ الان صار الراوتر 4 جار بايش؟ بالفيرتشوال لينك، تجاور بالفيرتشوال لينك. طيب تعال لي راوتر 4 الان، شو اي بي او اس بي اف، شو اي بي بروتوكول، شو اي بي بروتوكول. لاحظ اصبح ايش؟ اريا بوردر راوتر، فاصبح اريا بوردر راوتر. بس اريا بوردر راوتر لمين؟ لاريا 3 فيرتشوال وليس فيزيكال، لكنه اي بي ار طبيعي جدا. نجي الان الى الاشياء اللي ما كانت ظاهره في راوتر 1 و2 و3. لاحظ الان، تلاحظ ان ايش؟ الشبكه 12 ظهرت مالتي اريا، وكذلك لاحظ الفيرتشوال لينك تبع راوتر 5 ظهر معانا والوضع طبيعي. ولو جينا الى البنجل هنا كان ما يبنق، الان كل الراوترات تبنق على اي عنوان موجود في راوتر 5551 او كذلك 556، وكذلك البنج على الاي بي 192 168 1 14. فبكل بساطه الان حلينا مشكله الاريا 3، وصلناها بالباك بون عن طريق حاجه اسمها فيرتشوال لينك، واستخدمنا اريا 2 كترانزيت اريا. طبعا على اساس تسوي فيرتشوال لينك لاي اريا لازم يكون الفيرتشوال لينك على اريا متصله مباشره بالباك بون، لان اريا 2 متصله مباشره بالباك بون فنقدر نستخدمها فيرتشوال لينك، فتصير ترانزيت اريا بين راوتر بين اريا 0 واريا 3. وهنا صار عندنا ايش؟ الاريا 3 متصله، اريا 3 متصله او راوتر 5 متصل براوتر 3 عن طريق حاجه اسمها فيرتشوال كذا. تخيل ان الوضع جاي كذا، يعني تخيل ان الوضع جاي كذا، هذه هي الترانزيت اريا الان الفيرتشوال، هذا الفيرتشوال لينك كانه صاير كذا الان في ارتباط بالراوتر 3 وراوتر 5. فلو جينا ايضا الان تاكدنا من النيبر لراوتر 5، شو اي بي او اس بي اف نيبر. لاحظ النيبر له هو راوتر 4، وراوتر 4 الان اصبح زي ما اتفقنا اريا بوردر راوتر للفيرتشوال لينك، وهذا احد استخدامات الفيرتشوال لينك. وله استخدام اخر راح ان شاء الله ننزل فيه فيديو بعد هذا الفيديو.